أخطاء ترتكب عند مراقبة تضاعف حجم العجين إلى علاقة بالمستوعب يلي موجودة في العجينة. راقبوا معي أول كباية مي، تخيلوها العجينة يلي بدنا نراقب تضاعفها، حنحط الكباية الثانية بشكل أسطواني متناسق حجمه من تحت لفوق نفس الشكل، أو مكعب ما في مشكلة، ولكن في تناسق بالشكل المستوعب اللي حطينا المي بقلبه بسهولة. مثل ما شفتوا لاحظنا التضاعف، بينما إذا عجينتك يا محترم إن كان جرن العجينة أو أي مستوعب شكله مفلطح أو من تحت ضيق أو من فوق واسع، إذا انتظرت بالنظر لحتى تراقب تضاعف العجينة ستكون عملية التخمير تجاوزت التضاعف. برجع بذكركم حسب الوصفات، أحيانا بيكون مطلوب نصف تضاعف، أحيانا مطلوب تضاعف كامل حسب الصيف والشتاء، ولكن الموضوع بالفكرة انتبهوا بس لهالملاحظة. لذلك ما تنغشوا بالنظر ويفوتكم، لأنه إذا خمرت كتير العجينة وكملت عملية التخمير بالخمارة لاحقا بعد التشكيل، ممكن مثل ما اتفقنا قلنا لكم احفظونا إياها للتاريخ، الخميرة حتستنفذ وجبتها يلي هي العجينة وتاكل كل الأكل، ما حيبقى ولا نفس من الخميرة تكفي عملية التخمير أثناء الخبز حسب أغلب الوصفات يلي المفروض أنها تكفي عملية التخمير أثناء الخبز لتعطينا الفتحة أو نهضة الفرن الممتازة يلي نحن بنطلبها بكتير من الوصفات. أنا خبازة 99، ما تنسوا المتابعة والإعجاب.